بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، كل عام وانتم طيبين. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم فيه على كحك العيد بكل تفاصيله، السخن والبارد مع بعض. هنحل كل مشاكل الكحك في هذا الفيديو بأمر الله، نتيجة فوق الممتازة، فوق الرائعة، يعني احلى من نتيجة الحلواني بكتير، وارخص واوفر. واللي مش عايز يعمل السنة دي ان شاء الله هيعمل. هنعمل نص كيلو وبالعجمية في منتهى الجمال، وهتشوفوا مع بعض النتيجة. ويلا بينا مع بعض نشوف عملته ازاي. دي العجمية، معلقتين دقيق، معلقة سمنة على النار زي طريقة البشاميل كده. اول بس ما الدقيق ما ياخدش لون، هياخد لون هنزل بالسمسم، بقلب ما بسيبش ايدي. الموضوع كله ما بيستغرقش 3-4 دقايق. هضيف نص كوباية عسل بالكوب المعياري. ان شاء الله كل المقادير زي ما متعودين في صندوق الوصف وعلى الشاشة كمان. نفس فكرة البشاميل بالظبط، نزلت بالعسل. دي رشة ريحة كحك، يعني دي اختياري بس بتدي طعم جميل جدا. اي كمية مكسرات ربع كوباية بس. انا حطيت عين جمل، جهزتها جنبي. اول ما توصل بالطريقة دي المعلقة كده، يعني احركها ابص الاقيها بتنزل بصعوبة، اروح ضايفة المكسرات. طفيت اصلا وضفت المكسرات وسبتها تبرد. هنبتدي بقى ايه، نشكلها كور، بتبقى بالنتيجة دي وتحفة تحفة، ريحة وشكل وطعم وتحفة، وافضل طبعا من الملبن بكتير، حاجة كده شياكة. وغطيهم بقى واسيبهم بقى على جنب ونشتغل في العجينة. هنعمل نص كيلو النهاردة ان شاء الله كحك بس، يعني اللي مش عايز يعمل هيعمل ان شاء الله. دي ربع كيلو سمنة وزنتها، واستخدمت الدقيق كريستال، ده حلو جدا، ده متعدد الاغراض. ممكن تجيبي للكحك والبسكوت براحتك، اهم حاجة يكون دقيق فاخر نضيف، نسبة الجلوتين فيه يعني تعتبر ولا حاجة. كيكات وبسكوتات او متعدد الاغراض. وزنت نص كيلو دقيق، طبعا سيبالك المقادير كلها على الشاشة. هنضيف بقى لبن بودرة. اللي بيقول انا عايز اعمل الـ باللبن وقلقان انه يبوظ، لا، هنستخدم بقى لبن بودرة. ادي حلينا اول مشكلة للكحك. معلقة ونص صغيرة، معلقة صغيرة سكر، انت بقى تعملي كمية ضعف المقادير براحتك. معلقة صغيرة ريحة كحك، انا ماشية معاكي بالتدريج وهقولك كل سبب وبديله ايه. دي معلقة صغيرة بيكنج بودر، ومعلقة الخميرة هسيبهم على جنب، معلقتين سمسم. يبقى سبت السمسم والبيكنج بودر والخميرة على جنب. هوزن بقى حل او تاني مشكلة. السمنة، السمنة اصلا هنستخدم ربع كيلو، نص كيلو الدقيق بياخد ربع كيلو سمنة. خدت نص كمية السمنة هقدحها على النار، يبقى اللي عايز على السخن هنديله الطعم من نص كمية السمنة. داخلة في القدحان هضيف السمسم واقلب، هضيف على المكونات الجافة. يبقى انا كده نص كمية السمنة قدحتها، وهشربها في كل الدقيق وهقلب لحد ما تختفي خالص. بقيت كمية السمنة حطيتها في نفس الكزرولة وهي بقت ايه، بقت دافية بس فكت. بصوا شايفين ما قدحتش، انا حطيتها بس من الطبق في قلب الطاسة. إيه، لا عملت طشاشان ولا عملت حاجة، تعتبر باردة، خدت بس سخونة الطاسة. يبقى كده الجزء اللي على البارد. بقلب بقى، طبعا القوام اختلف خالص، بقت عاملة زي الطحينة لان كمية السمنة طبعا عليت في العجين. هسيبها بقى 10 دقايق عشان ايدي، طبعا ما ينفعش جلافز ولا اي حاجة، لازم بايدينا نبس بقى. نبتدي نبس فيه، دي الخطوة، اهم خطوة في الكحك، تبسي مش اقل من 10 دقايق. تفضلي تبسي فيه لحد ما درجة العجين معاكي بقت دافية فترة. هنضيف بقى في المرحلة دي البيكنج باودر،
ونقلب، هنبتدي بقى ايه نعمل الخميرة، نختبرها. معلقة صغيرة خميرة على نص كوباية مية بس، ورشة سكر صغيرة انشط بيها الخميرة دي، رشة يعني، وقلب. منش هنستخدم اكتر من نص كوباية المية نهائي، مهما حصل ما تزوديش. لو دقيقتيها محتاجة ممكن تحطي قطعة سمنة. دي اخر مرحلة في البس بقى، عدى 10 دقايق كمان بضيف بقى ايه بالراحة كده الخميرة، حبة وحبة على جزئين. طبعا شكل العجينة هتختلف تماما، هتحس ان هي تقلت في ايدك وابتدت ان هي ولا كأن كان فيها نقطة سمنة، ده شيء طبيعي. هتفضلي تعجني لحد ما الليونة في ايدك. هنشوف دلوقتي الاختبار العجينة ازاي. هنلف ونضغط كأننا بنعمل غريباية كده، مفيش اي تشقق، عجنتك زي الفل. حسيتي فيها تشقق هتحطي معلقة سمنة، غطيها بقى وسيبها ترتاح نص ساعة، مش اقل من نص ساعة، ونبتدي بقى نشكل. بصي قوامها بقت عاملة ازاي، عندك بقى كذا شكل للتشكيل، عندك البسطنطين العاديين وعندك المنقش. هنعمل ان شاء الله بكل حاجة. انا بقى شغلت الفرن عشان عايزة اختبر العجينة، بحب اختبر العجينة عشان خاطر اطمن ما فرشتش والرسمة زي ما هي. خلاص شايفين ما شاء الله الرسمة زي ما حطيتها زي ما طلعتها، في منتهى النعومة وفي منتهى الجمال، وحاجة كده اخر شياكة كده. اشتغل وانا مطمنة كده، مقاديري مظبوطة 100%. كورتها بقى وحطيت جواها العجمية، او هتحطي ملبن، هتحطي اي حشو انت عايزاه وتلفي، والطريقة واضحة جدا. ده بالمنقاش بقى، المنقاش بقى هو اللي بيحسسك بالعيد والكحك وانت بتنقشيه كده، غير طبعا البصامة. البصامة دي ولادك جنبك بقى كده يشكلوها معاكي، انت بقى ابدعي بقلب المنقاش. بعمل بقى كده 4 خطوط بالطول بالعرض، واروح لفة داير داير، ده شكل، شكل جميل جدا. 4 جنب بعض او 3 على حسب حجم الكحكية. كحك ده حجمه صغير خالص على فكرة. طريقة سهلة جدا وفي منتهى الجمال. انقشي بقى وابدعي باي شكل انت عايزاه. طبعا عشان نص كيلو انا قعدت بقى ازين فيه، لكن لما بيكون كميه كبيره بصامه مع المنقاش وبمشي حالي. هنعمل بقى شكل فرع الشجره، ده بالنسبه للعجميه اللي انا عاملاها مبرومه مستطيله. هوريكي واحده تانية، بفرد حته عجينه على هيئه كده الشجره زي الصباع، كانك بتعملي صباع كفته كده، وحطيت جواه العجميه، لفيت ومن النص خط كبير بالطول، وبعدين بقى الفروع بالجنب كده بالميل. طريقة سهلة جدا. هنا كأنك بتعملي زائد وتمانيات تمانيات تمانيات، وتلفي حوالين الكحكة، تطلع معاكي زي الفل. منتهى البساطة يعني، اللي مكسل نص كيلو هيعمل بيه وربع كيلو سمنة بس، اي سمنه انت عايزاها. طبعا البلدي بتدي طعم جميل. الفرن بقى خليته على 180 في الرف العلوي، بحطه عشان ياخد الصهد بتاع الفرن ومبسحمش الفرن، يعني صاج صاج. الشكل رائع والنتيجة ان شاء الله في الفرن يعني فوق الممتازة. بصي فين، في اخر الفرن من فوق. حبيت اوريكي علشان تعرفي هتحطي في انه رف ويستوي براحته، بياخد من 20 لـ25 دقيقة. طلع زي الفل، الرسمة زي ما حطيناها زي ما خرجت. دي من علامات نجاح العجينة، ومقاديرك مظبوطة 1000000%. ده الصاج التاني، كل صاج حطيته لوحده، اديك شايفة النتيجة، وناعم في منتهى الجمال والتسوية ما شاء الله، اشقر فاتح تحفة وريحته تجنن. انا استخدمت جزء سمنة بلدي بسيط والباقي سمنه نيوزيلندي زبده انا بسيحها وبعملها سمنه في البيت. بصي ما لحقتش اقطمها، ما لحقتش.
تحفة، هيعجبك جدا. حلينا مشاكل كل الكحك، اللي خايف من اللبن انه يعمل كمية وبيبوظ بيغير طعمه حطينا لبن بودر، اللي خايف من حمو السمنة المقدوحة نص قدحناها والنص بقت على البارد، حطيتها بس مكان الطاسة اللي سخنت فيها اللي قدحت فيها السمنة، طعم تحفة، طعم المقدوح والشياكة بتاعت الكحك البارد، النقشة ما شاء الله زي ما هي، يعني ما فيش حاجة. بصوا هي بتتكلم انا مش هتكلم. العجمية تحفة، عملناها بأقل، ممكن تعملي نص الكمية دي، الكمية دي هتعملي كيلو كامل، انت ممكن تقسميها على 2. في منتهى الجمال البيكنج باودر بيحافظ لي على شكل النقشات الكحكة، ان هي ما تفرشي. الخميرة بتديني القوام الجميل اللي احنا شايفينه، مش متحمل، تحفة والسوا ممتاز، مفيش حمو، تعملي الكمية اللي انت عايزاها. وان عجبتك الوصفة متنسيليش في اللايك في الشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.